شو هذا الرقاد اللي تلين الحين؟ صباح الخير. شو هالرقاد لين الحين؟ والله تعبان. تعبان من شو؟ انا الصبح. انزين يلا تذهب. تذهب. يلا يلا سر تلبس. يلا. انت تبغى تتصل فيني لا؟ وليش ما رديت؟ والله ما راي مرة تعبان. يلا يلا يلا. يلا سر تسبح خلص. تشوفوا. هاي يلا سر بويا يلا يلا وين ساب بناكي سر حجرك راسب الداير شوي شوف يوم اسير من اظهر من البيت اي مكان اسير شرق ولا غرب لازم اشيل كندور احتياط لو بسير في نفس الوقت وبرد يعني لازم يوم بظهر من البيت يعني بسير مكان يعني في حدود ابو ظبي ولا دبي ولا السمحه ولا الخزنه ولا اي مكان حتى لو داخل ابو ظبي لازم لبس احتياط سبحان الله ينشب علي شيء ولا شيات ولا اي شيء تخيس ما في ارد ليل البيت فلذلك لازم الكندوره الاحتياط تكون جاهزه لبسه كامله وزار الله يعزمك والسامعين وفانيله وسفره وقحفيه وكندوره لازم سبير في السيارة من الخلف مكواي وبزهبك كل يوم على كل سير ويجي أسير دبل ما أسير سنجل تانكيو من الحناية كمان نسيت أخبركم أني اليوم بسير حتى اليوم طلعت أعماركم سيرة حتى إذا الله راد حتى 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 وما أدراك ما حتى إن شاء الله اليوم بسير حتى وبنسولف وبنرمس وش سيرتن عليه وش علوتن عليه وشو الأمور اللي هناك وشو الخبر وشو العلم إن شاء الله أنا بخبركم أول ما نوصل أو أنا في الدرب في احتمال وأنا في الدرب الحين بنحرك إن شاء الله عسب نلحق على صلاة العصر في حتى إذا الله راد أولا أنا آسف على التأخير اليوم وثانيا طالت أعماركم أنا منبوني يوم اليوم اللي في ما وراي مجيل ما بقيل أنا الشضح العالي مش قضية الشضح العالي من أصلي الفير وهذا أرد أرقد حتى في الأيام العادية ما بلا رمضان أرد أكمل أرقادي لأني ما برقد وأنا يوم ما أرقد الظهر ما بعد نفع ولا أنفع ولا يعني ما بعد شيء أبدا يعني ما أروم أبدل أي مجهول حتى العصر ما أروم أسوي رياضة ولا أروح حتى الأيام العادية في الفطر إذا ما أقيل ما أسير الجيم مستحيل أقدر أتمرن إذا أني أنا ما بمقيل المرات طالت عمارك بتريوني قوم ربحين في السيارة وهي هو منها البدري والبي ودينا عناية بنسير حتى إن شاء الله نبنسير حتى بنصلي العصر في حتى تأخرنا شوية لكن بالعمالة قلت في خاطري أبا شوية يتناصف الوقت عسى ما تأخر على موعدي أنا ما أريد أتأخر على الموعد هناك الموعد هناك يكون أذان العصر وأنا ما أريد أسير قبل ولا أريد أسير عقب إن شاء الله ساعتين وربع ساعتين وثلث نحن بنكون إن شاء الله موجودين في حتى وبنرمس إن طرت علي سالف ولا شيء وأنا في الدرب بسولف وياكم وما طرت عذر والسموحة منكم الرب مستعد؟ رأيت السيرة؟ تسفر هني ولا خلاف؟ ما أرمى زرع راسي لين هنا شوف أنت بتقبرة ولا قدام؟ قدام أنا الفورمان شوف أنت ألا مدير أعمال تقبرة شكر فنك مسؤول يلا غايته يو عناية عناية يا علما من عناية هذا مقطع الله يسلمك من مقاطع آخر أيام الشتاء قبل مدة بسيطة في محمد عثمان وهدى بنزلكم إياه ترني ما نزلته زيفت ولا نزلت في الستوري بعيبكم رد علي وقولي من حبيبي انا رد علي وقولي انت اللي بحبه انا شوي شوي ما اعرف انا بالموسيقى رد علي وقولي من حبيبي انا قولي انت اللي بحبه انا انت اللي بحبه انا انت اللي بحبه انا افكر ان شاء الله تكون حالها الدروازة انت
دوشة خلص. أبو تيمون سكر سجوبة. ألومك يا أبو عثمان. ما شغل الحمد لله بخير الحمد لله من يوم يطال عمرك في المزرعة. ارتفع عاد حق تبين أنت ارتفع طالعني. افتر بكبرك. افتر طالعني حق تظهر في التصوير ويشوفك محمد عثمان. محمد عثمان. عليك أبو عثمان. هلا مرحبا الربع كيف أنت عساك بخير. الحمد لله شحالك جاي ألومك. والله أنا قلت مرحبا أنت يا طالعني. لا نشينا متأخرين ناشين. إيه ما شاء الله لا البارحة بالليل طال عمرك. بالليل؟ إيه البارحة بالليل في المزرعة ونريح. ليتنا والله جيناك يا محمد البارحة. بالليل رحنا عند جماعة شوية. أي جماعة؟ أقول لك أبو عثمان. نعم. رحنا بالليل عند جماعة. آه. إيه اللي بالي بالك. اللي بالي بالك. بالي بالك ولا؟ لا اللي بالي بالك. إيه. احنا عندنا مشوي متى الشغله ثاني في الدرب رايحين واصلين دبيته ما شاء الله بس إيه؟ حتى الليل بس حتى ولا وين الحين بنصلي العصر ان شاء الله هناك ايوه حتى ان شاء الله ايه بالسلام ان شاء الله بالسلامه كيف حالكم اخباركم الحمد لله بنيك ان شاء الله بنيك جهز الفوالي والله لازم ان شاء الله برمضان شوي المرشوي بالسوق الفوالي اهم شيء الفوالي القهوه اهم شيء يا سلام القهوه والكرك والنص أهم شيء نسكافي موجود مرة أهم شيء نعم أخبارك علومكم بعد الحمد لله والله طيب يا علومك أنت البرحة ساكن برقدت البرحة ساكن نمت والله أنا راقد الصبح ما شاء الله يبات يقرأ ولا على الموبايل كل على الموبايل يا ريال كل 24 ساعة تليفونات كانت عندي مكالمة خاصة شوية مع منو؟ لا خاصة خلي في الفطر طال عمرك مصحف اقري قرآن اقري ايه ذاك الله خير ايه مالك شهر رمضان هذا والمكالمات ويا منو؟ مكالمات عاد خاصة عند جماعة منو عاد جماعة؟ اللي بالي بالك ابو عثمان اللي بالي بالك ما شاء الله متى تردون يا ابو محمد بنضوي اليوم ان شاء الله اليوم ايه بتضوون ان شاء الله ايه اليوم ان شاء الله يا مرحبا ابو عثمان يا مرحبا الله يحييكم ان شاء الله الله يحييكم يا رب الله يجمع ما بقول لك متى بتي تفطر عندي ان شاء الله ما علي ان شاء الله شوف يوم واحد بنفطر يوم بتكون هدى وانا وانت والربع ضربه ايه زين زينه نعم بنطالع يوم الاسبوع الجاي ان شاء الله خليك جاهز ها المعرس ما تخليه يرسل العروس ولا شيء اقول لك لا تخليه يرسل عند العروس ليش؟ بعد ما صار بعد الزواج بعد ترى انت المليج مشغول الا يوم راس الخيمه يوم المزرعه يوم شرق يوم غرب ما لاحقين عليك انا طال عمرك ما منك ايام في رمضان انا في الفطر جاهز وش؟ ما يلش في رمضان لان طال عمرك مشغولين في القران وبالتعبد الحمد لله كله الحمد لله الله يواليك العافيه ابو عثمان حبيبي سلم امين ان شاء الله جزاكم الله خير جزاه الرحمن الله يحفظك ان شاء الله يوم واحد ان شاء الله عندكم نفطر هناك ان شاء الله يا ابو عثمان يا مرحبا رد السلام الله يحفظك السلام عليكم ما شاء الله التنوع الجغرافي موجود في بلادنا غير نمونة تبارك الرحمن المحميات اليزر البحر اليبال الفلاية الوديان البيئة البحرية والبيئة البرية والبيئة الجبلية ما شاء الله جميع أنواعها تبارك الرحمن ما يمل تقدر تعيش كل عصرك في وانت في بلادك سبحانك يا رب يا الله يا رب انتم نعمة حفاظ الزوال وين ما تصير الدنيا جميلة وين ما تصير رملة 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 تحرها ذهب سلاسل من ذهب شو ما شاء الله رملة حمراء شيء من البلدان رملتهم غبرة تحرها ميصة والحل دروب ما شاء الله كلها ابتدت المشاريع والبنيان والشعبيات وعدلوا الخطوط وعدلوا الدنيا ما شاء الله تبارك الرحمن وين ما تصد وين ما تطالع كله في نص يبال ورمور سبحانك يا رب اللهم لك الحمد العناية وصلت والاهتمام في القاسي والداني اللي قرب البحر واللي
واللي على البحر واللي في البر واللي في اليبل واللي شرق واللي غرب. كوني قوية، كوني قوية. هاي طالت عماركم وصية، وصية كانت حرمة أمها سيدة من السيدات الفاضلات المواطنات إماراتيات رايلها، قالها كوني قوية، حاسة ما بيصير وما بيرد، قالها كوني قوية لا يتغلبك ظروف الحياة، والله الله في العيال وهو ظاهر بالبيت. الإحساس هذا كان عنده هو، هي ما كانت تدري، ما كانت حاسة شو اللي بيستوي، هو اللي كان عنده الإحساس. نعم صار لكنه ما رد، استشهد. لما استشهد حال اللي استشهدوا، سبحانك يا رب. الإحساس هذا كيف وصل عنده هو وهي ما درت، لكن هو ليه صاحب الشان، هو حس انه بيصير ما بيرد، لذلك قالها كوني قوية، كوني قوية. لكن ما يهمك صار، وهي حاطة في بالها انه بيرد، لكن ياها خبر استشهاد توفى رحمة الله. نور الحوسني وصية الرجل ترن في اذنيها كل لحظة وكل ثانية وعلى كل فرض على كل نش وعلى كل يلسة. خذت الدكتورة كملت دراستها، علمها بأنها كانت متقاعدة. على فكرة أنا ما بحرق عليكم الموضوع، قصتها بتفتونها في الرابط، قصة جميلة، قصة مشرفة، قصة مشرفة للإماراتيات. الله يرحمه ويغمد روح لينا محمد بسكي، كان من الناس اللي وايد طيبين، وأنا جدا كنت أحترمه وأقدر هالريال. طريقتي كيف خبرتينا عن الموضوع، خبرتيها كأنك فخورة بشيء ممكن كل الأشخاص ممكن كانوا راح ينهاروا بهذا الموضوع، بس رغم هذا الشيء كنت حطيتي ولادك ووطنك قبل أي حزن أنت كنت عم تحسيه. أكيد كنتي متألمة وكان الحزن والألم باين في وجهك، لكن كنتي متماسكة، كنتي دايما حاطة في بالك في اعتبارك أن عندك عيالك لازم تكونين قوية عشانهم. وايد أحبك، أنا ما عندي خوات بس الله رزقني فيك، أنتي أختي. ما حسيت الإحساس ويا أي حد، حسيته وياك أنتي. سبحان العاطي الوهاب، لا إله إلا الله، سبحانك يا رب. اللي منيت على هالدار حكومة وشعبا، منيت عليهم فيها الطبيعة الجميلة، فيها المساحات الشاسعة، لا إله إلا الله، واصل الكهرباء والماء والشوارع لجميع أنحاء الدولة في كل بقعة، لو حتى 10 بيوت فوق ما تبل مدوا لهم الكهرباء والماء والتليفون وعزرائيين وطحنة الزمان، كل أمور الدنيا وصلوها لين هنا. سبحانك يا رب، روح نعمي وبالحمد والشكر، عايشين في خضر ونعمة وخير من الله. منكم يعرف هذا شو يخبرني؟ هذا في كل الطريق، ها شيء على اليمين شيء على اليسار، شيء شارع، ها هالنمون مضغوط لين فوق وفوق، بس هذا هو جرال مقطوع، بس هالنمونة تحرون مهبط طائرات، شو هذا اللي عارف يخبرني؟ 10-20 واحدة نحن سايرين وياين الحين، شيء على اليمين وشيء على اليسار في الخطوط، هذا الشو اللي عارف يخبرني، اللي عارف يكون متأكد بعد، هبي تعطوني أخبار مضللة؟ لا، هذا شيء على اليمين وشيء على اليسار، هاكو هنشوف هناك بعد واحد. الربع طلع عند العرف ويعرف شو الموضوع، شو الموضوع؟ آي الله يسلمك، يعني المعلومة اللي عندي أنا هي ما متأكد منها، بس أقوى شيء يمكن هي زين، عشان التريلا الكبيرة يمكن إذا تعطلت ولا شيء هي تصير فوق خلاص تغرز. كيف عرفت أنت؟ يعني كيف عرفت؟ يعني إيش اللي أكد؟ هذا اللي واضح تقريبا، إني يعني أي سيارة متعطلة يعني البريك خربان فيها ولا سياته شيء ولا أنا خربان ولا شيء هي. خلاص يصير فوق غرز والله كذا تقريبا أقوى شيء يعني. وأنت نفس الشيء تقول هذا عناية؟ أيوة هذا في باكستان بعد نفس الشيء؟ إيه نفسه، يروح سيارة فوق يسوي غرز. إيه بس حق كبير سيارة، حق سيارات الكبار شاحنات وكذا. هذه ها هذا واحد ها. أيوة شوفوا هذا واحد، أو إن هذا حق الشاحنات الكبار، واضح هذا، أو إن حق الشاحنات الكبار هذا يوم يفقدن السيطرة والأشياء يطلعن. أيوة على الصعدة هذه وتبنشر هاي المعلومة.
اقوى شيء. شوف انت بعد شو هاي الصهله؟ ها الصهله هاي شو؟ تحمحم لا اي تحمحم ولا تحنحن؟ لا تحنحن تحمحم. اي ايوه شكرا. الله عليك ما شاء الله هنيبال. لا اله الا الله. الكسارات تلعب والكاركترات تلعب والدلميت ينقع والدنيا مكسر والدنيا معجول العجال. بعدهم ما شاء الله يطرون في هليبال يسوون شوارع طر في هليبال وشوارع طر في هليبال وشوارع والدنيا مطرجة. حد بيوت هناك حد ورا هليبال. شو بقول لك؟ تدادلها هالحكومة يابا اللي رقعت طرطرة هليبال في كل مكان. في كل مكان طرطروا هليبال سووا شوارع لين توصل خدمات اخر الدنيا. هناك طاوين طارين اليبل هذاك في جبد اليبل طارين طر. مصفوت ترى حبكم مرحبا يا هالمصفوت. سلام يا مصفوت سلام. سلام يا منزل الكرام سلام يا مصفوت. نزلكم مقطع يوم خطفنا عدال لافتات مصفوت هاك الايام في اجمل شتاء في العالم. تلاقينا ويا مجموعه من متابع فانزات صلاح. شوف هذا بعد واحد مثل اللي توني اخبركم عنه او ان هاي السياره يوم تي مسرعه وتصيب ما تسيطر على عمرها او انها تضرب فوق هذا فوق هذا الشارع ها ويوم توصل فوق تغرز بقدره قادر يستوي. الله اعلم والله انا ما ادري انا ما ادري ما ادري. هاي في الرمس كلها في ذمه عناية او والربع هنا. انت ليه قلت دوبي يقول معلومة. أنا ما قلت أنا ما أدري. أنا قلت لك أقوى شيء. أقوى شيء. من هاي المعلومة. إيه من إيه. المعلومة. لكن دوبي يقول جواب. إنزين إن شاء الله. إيه. سامحوني الفيديو مال الفانزات ما برو محطة. جرت عليه جرى عليه لقط هاك اليوم يوم نزلناه نحن. رشينا مسحنا أخلاف. ما يازل حد ويازل حد وما فيه الصدعة. نص صيام ولا فيه الوقعة والصدعة والديانة. اي والله افتكيت. المهم انا ما دان اللي بيصور عقب والله لا امسحوا الفيديو امسحوا زين روحك انت مصوره حين وروحك انت مصوره وروحك بغيت التصوير وروحك بغيت التصوير امسح الفيديو. واجعوني واجعوني واقعوني. زين شو اسوي عاد ارد عاد امسح مش عاد ادخل ستوريات ومسح من يد ويدي. حافظ على مصفوت يا ابوكم هاي جنه جنة تبارك الرحمن قادي. مصفوت طالت عماركم معشوقة الشيخ صاحب السمو الشيخ حميد معشوقة حميد بن راشد النعيمي الله يطول بعمره ويحافظه. مصفوت معشوقة الشيخ حميد بن راشد الله يطول بعمره ويبارك فيه ومتبجر يا ربي. يعشق مصفوت عشق وهل هي يعشقون ويموتون في الأرض اللي يمشي عليها الشيخ. فلذلك تحس إنها بلد غناء جميلة مدينة جميلة هادي هادي الهدوء في نص ليبال في نص ليبال. أسميك مقصر يلي ما يت مصفوت أسميك مقصر يلي ما توصل مصفوت. مصفوت بلد الجمال والطبيعة والسمر والخضرة والمزارع والنخيل والدنيا. فرجانها هادي تذكرنا بعرب الأول. حافظ عليها من داء فيها المشاريع وفيها المنتجعات وفيها البحيرات وفيها المزارع وفيها النخيل وفيها حبات الريح كلها. يقول راح الطرب دايم بعد فنان ويزيد فنه يوم يشل بصوت. أجمل شتاء يا ناس في عجمان بالخصلة قالوا لي في مصفوت. وصلنا طالة عماركم مصفوت. هذا ابو محمد هذا ابو محمد وصل طارت عماركم حينه. وصل ابوي عين الماء عين الماء. العرب بيصلي في المسايد العرب تصلي في المسايد يخلصون من الصلاة ان شاء الله بنرمس بنعيم من الله خير بننزل نحن بنصلي من الله خير وخلاف عاد بنرد نصور لكم بنعطيكم الاحداث كلها. والربع يلا مسوح مره
آيته؟ آيته إن شاء الله بإذن الله. وقفة المبروكة، شوفوا وقفة المبروكة بعد غياب سنة عن هالمكان الفنان، ردينا له مرة ثانية، ردينا له مرة ثانية من بعد غياب سنة. يو الربع، شديت هالمكان؟ أول مرة صراحة. شوف أنت رياجات حتى أول مرة. سياح وعالم والله ما شاء الله، منظر جميل. كان شوفوا عاد انتم يوم يقول لك موزه بين ساجيتين وين ما مالت ارتوت، لكن هذه طالت عماكم، هاي مبسه ما بموزه، هذه قافه. هاي قافه ولا قرطه؟ هاي قرطه. قرطه ها، هاي قرطه. هاي شيرت القرط، سمعتوا القرط والقرط، هاي القرط، هاي شيرت القرط. لكن شوفوا ظلتها، شوفوا يدعها، حريتها انا قافه من بعيد، ترها قرط، وهذه ثمره القرط. القرط طالت عماركم لعده استعمالات، يبينونه يعسفونها ويطيح القرط اللي فيها، ويبسونه ويدقونه، وهذا يدبغوه بليلود، يدبغوه بليلود، ايه ليلد يدبغونه بالقرط، ابدا ويحط الشعر اللي فيه وتخوذ عن الريحه ويقضي رقم واحد. اليلد اليلد قاصرنا شويه قرط، يبال دباغ، واللي يبي دباغ يدبغون بالقرط. دباغه والقرط يستغل فقط فايدته في دباغ ليلود، دباغ انواع ليلود. هل كان حين الدول الخارجيه في اوروبا ما اوروبا يدبغون ليلود، عندهم قرط هناك ما عندهم قرط الله اعلم. هذه الشريعه، هذه عاد ام الفلي، هي شريعه، هي منطقة نهاية مصب فلج حتى لتجمع المياه لاستعمالات الأهالي والري، المزارع والمتجاوز، ولا بتعمل عملية توزيع الماء في الشريعة للمزارع المجاورة حسب أوقاتها، تقاس بظل الشمس نهارا وبواقع النجوم ليلا في عملية حسابية دقيقة. ما فيها قرى وايد الشعرية، كنت صورنا لكم المبنها من داخل، ماركم القرب يزرون بيوان يبيعونه عند العطارين. سبحانك يا رب، ما يطيح لهم شيء، ما يطيح شيء ابدا. يا ربي مصفاة وما زين الماء نظيف، يدعب يدعب. الحين هاي السكر يصير مكان معين وخلاف مكان معين وخلاف على حسب الأول مقياس سم الشمس، وفي الليل ترى النيوم، في الليل نيوم وفي النهار ترى الشمس مقياس، القياس متى البقعة هاي تحصل ماء، متى هالفلي يسكرون بالطرف هذا، متى يخلصوا مني، كله بقياس وكل مواقيت. قار منها وعاق منها سير وترد. شوفوا هذا الفلي المسكر منك، هذا الطرف هذا، ها هذا وين الصب يدعب ويهني، ها هذا شرات المسبح، هذا شرات المسبح، يوم يبغون حد يسبح ولا شياته افتحوا للماء منك وبتزر، هذا بعدل غمض برج ابدا قام طوله، وهذا الدرايل ماله، شيء مسكرات للعوائل للحريم وشيء كشفات حق الشباب. ما شاء الله منظر جميل، معدل مزين منظف، ويونا والله السواح من كل مكان. حمد بن سلطان المايدي البدواوي، يا مرحبا الساعة، يا مرحبا، مساك الله بالخير، يا مرحبا بخالد، تلاقينا محمد قبل كم سنة، سنتين؟ هي تقريبا سنتين أو نعم نعم في هالمكان المبروك، نعم في هالمكان المبروك الغاوي. هي والله اللي ما شي شراته في الدنيا العودة. هي نعم. وكل سنة نطوى شوية بشوية بعد، الحمد لله لكن ما شاء الله ما شاء الله حكومة ما بمقصرة، عاطلنا ما شاء الله حيز كبير من الاهتمام، فسووا فيه
مناظر جميلة وترتب وتعدل وتزين يعني، وآزم مقصد للسواح ومقصد لأول الناس تطني نخيل وتعيش من طرفها. وحين تبارك الرحمن مع اختلاف الوقت الطناي آزم ما يوكل عيش على ما قال، فلذلك تم إنشاء الكوفيات والمطاعم والمشاريع الكبيرة والصغيرة دور ما دار الأماكن الحيوية للانتفاع بها. بخالد محلوي نحن طال عمرك الحين في شريعة حتى هاي الشريعة اللي فيها مصب الفلج الداودي. نعم اللي الفلج الداودي اللي صب أول مكان لمصب هني. نعم هي. وين منبع الفلج الداودي؟ منبع الفلج الداودي طال عمرك من المكان يسمونه عين الثقاب. هي مني في الحيل. نعم الدال يعني أم الفلج. أم الفلج آه. هنا في الحتاوي. نعم هي في وادي الحتاوي فوق يعني. وكم ماشي الفلج هذا؟ ماشي الفلج تقريبا على حسب الثقاب 500 متر. 500 لكن هو داخل أكثر يعني بس مسوي الثقاب ل 500 متر. ما بايد يعني؟ لا الثقاب 12 ثقبة. كل ثقبة وثقبة كم؟ بين على حسب في 100 متر في أقل في 20 متر في 10 متر بهالطريقة هاي يعني. لمزيد المعلومات اللي وادم اللي ما تبى تفهم شو يعني الثقاب طالت عماركم هاي نقط لصيانة الفلي، لأن الفلي يكون مسكر ما يدور تحت ويمين ويسار وفوق، لازم يكون له ثقبة للناس تدخل للصيانة. فصيانة الفلي يتهردم بعض الأحيان ولا يخترب ولا عوامل الطبيعة تأثر على الفلايف، والفلايف يخبجوا شيء من الثقاب بجميم ليبال يخطف الفلي خابجين الأوليين عشرات الكيلومترات، فكيف يسوى لصيانة؟ مسوي الثقاب من جميم ليبال لين كيف يصابون عليه، كيف يعرفون مكانه، كيف يعرفون قياس ان هذا بيحفرون من قمة اليبل، والأول تشيزل خدمة يدوية كيف يعرفون انه بيصابون من قمة اليبل لين على الفلي وين يجري الفلي، كيف يروون يصينونه لله درهم الأوليين. هذه المنطقة طالت عماركم ليه تشوفون فيها الفلاية وليه تشوفون فيها النخيل وليه تشوفون فيها المسايد وهالسبل وهالمكان الجميل هذا كله طالت عماركم خيره ومردوده يجري من أكثر من 100 سنة أو أكثر حتى عن 100 وشيء من السنين 130 سنة مردود وخير وفضل من الله سبحانه وتعالى يصب في ميزان حسنات صاحب الوقف. هذا المكان وقف كان وما زال لين اليوم ولين بكرة، هذا وقف ينتفع فيه الميت حتى هو حي وهو ميت ويمشي طول الدهر شيء وقف، وهذا هو الوقف. تم وقف هذا المكان كله فلايته بسبله بالأكله بشربه بنخيله لصالح منه المتوفي. سيف محمد بن أحمد المايدي البدواوي طالت عماركم شخصية انتقلت إلى جوار ربها من أكثر من 130 سنة، فحال حال أي إنسان من هالحتة يملك نخيل يملك العقار ويملك البيوت ويملك الخير يعني الحمد لله يملك اللوم ويملك الهنبة ويملك خيرات الله، فهذا حال الناس كلها النمون الأول يملكون الحلال البيشان والأبقار والأدباش واللي هو يعني والنخيل والمزارع والزرايب، فمنهم قبل ما يتوفى يوقف قبل الوقت باني مسيد دام حي هو في حياته المذن والمقيم سيد طالت عماركم مال حياة أبوه، فهو يملك الأرض لدور ما دار المسيد، فشو سوى من عقب ما ماته؟ منو بيتعبل من المسيد؟ منو بيصينه؟ ما حد نشان عند حد. شفت انتم روحكم عايشين وتعرفون الوضع ان الانسان من يموت يول وريثه انهش ما تنهش اضراب وصدع وديانه وعندك دون ما ينفعك الا اللي انت وهبت في حياتك وثبتت وقننت وسويت تشريعاتك وسلمت للحكومه انهم اللي متعبلين. لا تتشل على اخت واخو وولد وبنت ولا تتشل على زيد ولا عبيد، البعض منهم هي والله وإن شاء الله على عيني فوق راسي، لكن الكثير منهم
من عقب أبوي ما تكفى السد اليمنى ما حد عنك ناشد ينفعك عملك. فحين اللي نفع العمل هذا شو؟ الوقت. يوم الإنسان يسوي وقت رب العالمين ييسر أموره. وقف الشيء هذا وقت طالت عماركم ريع الوقت من طناين خيل من لومي ومن هنبة من خير من أي شيء يستوي في الدور مدار الوقف هذا ريعه وين يصير؟ الأول يصير حق الورثة، لكن عقب إذا شيء وقف ريعه يصير ويصب داخل المصرحة اللي موقوف لجلها الوقف هذا. هو حط الوقف لإطعام ساير والياي في رمضان اللي يشترون كفل كفانة يشترون لأنه للمتوفين الأول حد اللواد مصحوب ما عندهم شيء ما عندهم من 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 مال الدنيا ما يمزرون بابونهم فم حتى الناس تعيس حتى عن الكفانة. فوقف ريع النخل هذا للكفن ولطعام الناس في رمضان ولصيانة المسيح وللراتب حق المقيم والمذل والمطوع. هذا في الوقت الأولي يعني الوقت مسؤول عن منه الأسرة. لكن حاليا طالت عماركم الأسرة المتوفي، لكن حاليا طالت عماركم الوقت منه مسؤول عنه؟ مسؤول عن الحكومة. فلذلك الوقت هذا لو ما اهتمام الحكومة ما وصل إلى هالمواصيل اللي انتم تشوفونها. فطورت فيه الأول الريعي من طناي النخل وبيع اللومي وانت ساير والياي واللي بيساعد. لكن حاليا شو استوى؟ بنوا الكوفيات، بنوا المطاعم، وعدلوا ورصفوا ويدروا المكان وعدلوا وصانوا واستوى دخل الأول شيء بسيط من طناي نخل وخير نخل. حاليا الدخل وفير زاد من المطاعم استوى مكان سياحي وشيء رسوم وشيء دخل. هذا كله يصب في صالح منه أولا في ثواب المتوفي تنتفع منه الطيور والساير والياي وعلى وصية المتوفي اللي من هاك الآن إلى هالآن. منو متكفل بالوصية؟ الحكومة الأول بتكفل بالوصية منو؟ العيال. الحين العيال يشلون يديهم عن الوقت. هذا وقت العيال ما يرومون يتصرفون فيه، هذا لا اللبو واقف لنا. فلذلك وزارة الأوقاف قالوا وقالوا دائرة الأوقاف وقالوا هذا تبع الأوقاف. هذا كله لصالح منو؟ اللي بيقدم الخير، اللي بيقدم الخير يستوفي اليمايل في حياتك ومماتك. اللي عند الله ما يضيع، بتوقف شيء يحب الله هذا يمشي حتى من عقب مماتك. واليوم طالت عماركم حملة المليار وجبة تم إطلاقها كصدقة جارية للحيين والأموات، المقيمين والمواطنين، كل إنسان موجود في هالبلاد بيلحقه ثواب هذه الحملة. هذه الحملة ثوابها في ثوابنا نحن وفي ثواب أمواتنا أموات المسلمين، كل شعب الإمارات وكل مقيم وكل موجود وكل إنسان موجود في هالدار الطيبة وكل من كلهم هذين يرومون يشاركون في وقت المليار وجبة. المليار وجبة طالت عماركم هذه وقت عشرات السنين يطعم أمم بالجياع حيل اللي مبلاقطين يأكلون. هذا الناس الحين بين فترة وثانية يسوون شيء لجل يسدون رمق لمدة شهر أو شهرين، لكن الوقف هذا بيطعم أمم لمدة عشرات السنين مع الوقت بمساعدتكم بمساهمتكم. هذا كله بيختفي الجياع، هتسمعون يوم ثاني مجاعة ومجاعة، هذا كله بيوجف. من وين؟ من جهدنا نحن يوم بنتكاتف بنتساعد بنتعاون لإتمام هذا الوقت. وقت تنتفع منه آلاف مؤلفة بل ملايين من الناس المحتاجة. الوقف هذا ما بوقف يجهز لبس وكساء وبنيان ومكاين وأشياء، لا، هذا الوقف طالت عماركم غير عن كل وقف. هذا يوفر أهم شيء للحياة اللي هو الأكل. بدون الأكل ما حد يعيش، خلاف بيتدثر بيتلحف بيتدفى بيرش ما على ينبع على هواه، لكن أهم شيء يعيش. كيف الإنسان يعيش؟ ما يعيش بلاي أكل، بلاي أكل ما حد يروم يعيش في الدنيا العودة. فلذلك هذا وقف المليار وجبة يختلف عن أي وقف سووا الأوليين ولا التاليين. هذا الوقف يختلف
ما في مقارنة بينه وبين أي وقف آخر، لأن هذا شريان الحياة اللي هو الأكل، الأكل والشرب. الناس هذا تأكل وتشرب، هذا هو البداية الحياة، ومن ثم الإنسان يجتهد باللي يبغى يسوي. وهذا حين ريار راعي الوقفة اللي نحن فيه اليوم. طالت أعماركم يوجد على وجه الكرة الأرضية أكثر من 45 مليون طفل، كلهم أقل عن 5 سنوات، وكل هالأطفال يعانون من الهزل. الهزل سومهم هزيلة من قبل العيشة، ما شيء أكل، ما شيء أكل أبداً، يأكلون حتى ورق الشير، يأكلون اليبيس، يأكلون شيء ما تأكله، حتى الدبش، حتى الدبش ما تأكله من قلة لا حيلة. ليش؟ ما عندهم طعام، ما عندهم من يطعمهم، عيزانين هم، وهال يتم بلاقين طعام، كيف بيعطونهم هم طعام؟ اللب واللم حصلانين عن عمارهم، مبرايمين يمزرون بطونهم، كيف بيرومون يمزرون بطون عيالهم؟ وهذا حين صار، وهذا الحال موجود. فالحين الجهد علينا نحن، نحن يلي عايشين في الحمد لله، ما علينا قاصر، ما علينا قاصر. واللي ما يروم الكثير حتى القليل، لو شيء بسيط، لو بهنسات الحمد لله. انت اليوم ما بلازم يكون عندك مال شداد بن عاد، ولا بلازم تكون عندك كنوز قارون، ولا بلازم تكون عندك مليارات وأبراج وناطحات سحاب لجل تروم تتبرع. تبرع حتى بوجبة، حتى بوجبة، الوجبة عندهم تسوى شيء وايد. ترى يقولون الأوليين الشيص في الغبة حلو، الشيص اللي هي المشوي صار رطبة اليابسة، هذه الرطبة اليابسة سح يابسة مشوي شيصة، وانت في نص الغبة بحر ميت، عندك خيلك هالخير ما بحولك، لكن عندك شيصة بتاكلها، هذه كأنك فالق دانة، لأن الشيص في الغبة حلو وقت حايتها. شو الفائدة يوم أنا ما محتاج عندي الدنيا؟ لا، حين الناس محتاجة، هذا وقت الحاية، وهذا وقت التبرع، وهذا وقت المشاركة في المليار جبل. رابطوا عندكم، والله لا سامح كل إنسان مقتدر إنه ما يشارك. الإنسان المقتدر يجب عليه المشاركة في هذا الرابط. البداية طالت عماركم، الموضوع هذا من 3 سنين ما بيديد، ما كان وقف. أول بادي كان حملة 10 مليون وجبة، 10 ملايين، عقبها بسنة 100 مليون، عقبها بسنة وصلت إلى حملة المليار وجبة. السنة شو شيوخنا والحمد لله حكومتنا وشعبنا الكريم ما سده المليار وجبة، حاليا أصبحت وقف ليسد ويمزر بطون العشرات من الملايين من الجوع دور مدار العالم. فاستمر هذا بيازم دب الحياة، دام الدنيا حية، دام الدنيا حية، هذا وقف موجود ما يقصر يزيد على ما شفته. اللي ما وحاله يلحق ولا لحق على أول ما طلعت المبادرة، يوم كانت مبادرة 10 ملايين وجبة، ما لحق عليها، لحق عقب على 100 مليون، واللي ما لحق على 100 مليون عقب بعد بشيركم لحق على 100 على المليار وجبة. واللي لحق عليهن كلهن وتبرع فيهن كلهن يروم يتبرع الحين في وقف المليار وجبة، في الوقف هذا الدائم، هذا ما بيوم ولا بسنة، هذا دب الحياة، دام الرب يعبد والميورد، هذا وقف يطعم عشرات الملايين من شرق الأرض ومغربها. وحتى لو أنت مشارك في الأوليات، لو مشاركت فيهن كلهن ما بينقص شيء ملك الله. مشاركة في الوقف شيء جميل وشيء زين، تشكر عليه وتثاب عليه في الدنيا وفي الآخرة. رب العالمين هاي دفاعت بلا، دفاعت بلا ما تشوف دارك، الحمد لله الله حافظنها من الزلازل والفتن، ما ظهر منها وما بطن. شمنا من دفاعت البلا، دفاعت البلا هذه هالصدقة وهالعطايا وهالصدقات وهالتبرعات وهالأشياء الإنسان اللي يوقفها في حب الله، ها تبعد النقمات عنك وعن هالبيتك وعن أحبابك وعن شغلك وعشرات من رجال الأعمال والناس اللي عندهم، حتى الإنسان اللي ما برايم وقف، حتى لو بتوقف 10 دراهم، لو حتى 100 درهم، هذا زين خير وبركة، ما حد عزر عليك أنت بيع ما وراك ودونك وسوى وقف، لا، اللي عندك لو حتى الجديد. لحد يتعلث العلثة ما شيء عذر، لا تقولين ولا تقول أنا ما عارف للرابط،
ولد عندك دريول بنيت حرمة الولد حرمة بريل البنت الحفيد الابو الاخو الصاحب كلن يعرف هذا الرابط موجود على الواتساب تحويل بنكي امور الدنيا كلها موجودة ولا حد لعذر. وعن نفسي انا اي حد من المتابعين ما بيحط بيديه وبيساعدنا حين وقت الازمات هذه ووقت الناس المحتاجة انا متابع تبوي معذر منها. لحد يتبعني من الناس اللي ما فيها خير واللي ما يرحم اللوادم أنا لا يرحمه. هذا وقت الحايل وهذا وقت الناس المحتاجة وهذا وقت فعل الخير. إيه الملاقيف ما كثرهم تخلوا كيف ينطبخ الأكل هني ويوصل لين بلادهم؟ لا حبيبي نحن صورنا العام فيديو كيف طريقة إطعام اللوادم، ينحطن صناديق شيء من الصناديق يطعم 20 نفر شيء 100 شيء 50 شيء 30 على حسب حاجة العائلة وحاجة المنطقة. كل صندوق يصير يسد أسبوع ولا 10 أيام ولا شهر لكل عائلة يوصل صندوق صندوقه. العام أثناء تهدية تغليف المليار وجبة صورنا فيديو من العام هذا العام الحين صورنا فيديو كيف إعداد الصندوق اللي يسد 100 شخص ولا 50 شخص ولا 40 شخص طريقة تغليفه طريقة شحنة ها كله صورناه دمية العام وحين بننزل كمية. هذه طريقة من عشرات الطرق. انت يا عارس ابوه دولة الامارات امالك وتبرعاتك كله في ايدي امينة اللهم لك الحمد. في مبادرة المليار وجبة وقع اختياري عشف مميزة ومش مميزة عادي مميزة للغاية الشيف مريم المنصور. هذا الصندوق اللي انتم تشوفونه قدامكم فيه مواد أساسية بالإمكان تخزينها وبعد بالإمكان طبخها. بنقوم بإعداد وجبات بنشوف كم وجبة بتستوي من هالمكونات اللي في هالصندوق. سعيدة وفخورة جدا بدولتي الحبيبة دولة الإنسانية من خلال هذه المبادرة التي تهدف توفير مليار وجبة للعالم للفقراء والمحتاجين خلال شهر رمضان المبارك. وينا من درب العين والشويب كان خدنا في الدرب ساعة ونص أو ساعتين الأرب طريق من بضبي لين دبي لين حتى خدنا فيه تقريبا ساعتين وشيء يعني زيادة ساعة كاملة نحن زدناها يوم قبضنا طريق دبي حتى اللي جايين عن طريق من فوق من جدة سويحان وايد أقرب لكن سبحان الله ما الله كتب نصيب بعد ما عرفت إلا خلاف أعرف هالمعلومة من زماني غير ناس إنها طرب الله تر الربع حولي خاداني كل من كنت أنا قلت لك نزيره من هناك قلت لك بعيد ما شاء الله تبارك الرحمن هالمسيد ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن روعة تحفة معمارية تأخذ العقل. نعم نعم حال بخير انت وين؟ وين سايرين؟ تسوون شوربة؟ سالفة سلافة سلافة الله يحفظكم ان شاء الله. يلا قالك الله يحفظك زين باكر بتي صلاح كاننا من الحيين ان شاء الله ان شاء الله الله يحفظكم.
شو تبغى نسير؟ دبي مول ولا نسير أبو ظبي؟ شور عندك يلا الحين عطنا الرأي. أنا صاحب الشور. إيه. احتار. زوجتي مع مصغر خلف الكواليس. لا الحين عطنا نتيجة دبي مول لو تبغى نسير. وين بيصير؟ بيصير دبي مول. هم الربع راح أربعة وايدين ما شاء الله. ما شاء الله. إيه ما يزدادوا نسوي لهم زحمة. أحسن الزحمة. لا ما يدانوا ما يبغوا فيه وهم شريك. أنت شو رأيك؟ تبغى نجلس لو تبغى نسير. نسير نسير أبو ظبي شو رأيك؟ نسير يوم عندك بيسات من وقت. بس آه صح صح صح. نروح عندهم نلعب ورقة. زين. رأيته؟ رأيته. هذا طالت عماركم البطل. هذا اسمه. سالم سالم بن بدر البخيلي ابدا نفس ويه اللبو نفس الويه لكن عاد هذا احنا بس كده اوه ايه ولد رعصور كيف حالك وين بابا ابوك وينو فوق انا عرف ورد انزل ورد علومك الحمد لله شو الاخبار طيبه شوف ما شاء الله علينا مره حلوه من ابو ظبي لين حتى لين المزهر فطرنا عينا خير ولين حينها ابو ظبي شو اسم المول ياس مول بن بطوطه اليوم استنى اي والله ما شاء الله علينا اليوم ولا قرينا خري مري من شرق لغرب لكن استانسنا وخلصنا شغال الحمد لله رب العالمين يا مشرقين يا مغربين فطورنا اللي تخبرنا وين فطرنا بيت ابو محمد عيسى بن عبد الجليل فهيم لا كان فطورنا دخلنا عليهم على غفر لأنه هو ربعه ما شاء الله البيت مبزوع عنده وفطرنا هاك الفطور اللي عليه روانا من الله من كل ما تشتهي النفس لكن دور عدل اللي يروم ياكل سويه والله يبكم تويس رضي راسك ظل فنيان خدت الضلع أنا رمودي بأخذ ضليع مش سيك طيع من الضليع خدت ضلع بينا لازم فلت أتكسكس شوي 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 الحمد لله فطر فاكل الفطور اللي عليه وانا من الله وعند مسوي بعد هريس الموتي على الحمة عيل وعلى على تويس كلت من هذا شوي ومن هاك شوي فطورهم كان جميل ما شاء الله وفنان ولذيذ وهيلة بيس لبان وقهوة وسح وصلينا وعندنا من الخير وردينا يعني اللي يصور وياي لازم يخبرني اول بادي شو اسمه من وين وكم عمره محمد في اي صف محمد فهد الخامس من ابو ظبي زين ما شاء الله عليك شاطر بالمدرسه داومت اليوم لا انا ما في المدرسه اشكر فنك يس 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 الحين تصور عاد احتفالا بوجودنا في هالمكان المميز اللي جنن اللي هو شو ياس مول شو الاغنيه عاده بله يومين ما مر علي حلو حلو منين اجيبه منين يصعب علي ويمكن منعوها لا يمكن منعوها لا يا حي يا مراسي طبيب جدر حلو حلو سميلي يا اهل البيت سلمي ولدهم سلمي ولدهم منعوها لا يمكن منعوها لا هسر علينا طارق عماركم اسمه خالد ولد الدكتور احمد الخطيب دكتور احمد الخطيب تعرفونه اخصائي التجميل اللي ميمل ثلثين هلا اللي انا اعرفه الامراض شو الجمال وطلعوا جمال اللبو لكن الحمد لله حبيبي اسمي الحمد لله لا شابهت امك ولا شابهت ابوك طلعت احلى من امك واحلى من الطرف هذا شو اسمك؟ ابراهيم ما اسمعك ابراهيم وانت؟ سلطان وانت؟ عمار منو يتابعني عندكم انت ولا يدك ولا ابوك كل احد حرفيا كل احد حرفيا حرفيا بعد كيف كل احد امي جدتي الفضيحة خالي عماتي خالاتي كلهم والله والله انا بكبري هذا اشكر فنك انت اشكر فنك انت اي صف سادس صف انت تعرف اني انا وصلت لين اول اعدادي ولا ثلاث سنين وعقب ثلاث سنين عقب ثلاث سنين يعني تسع سنوات في صف اول اعدادي حياتك سمعت هالقصة؟ لا أنا تسع سنوات أول بادي صباحي عقب حولوني مسائي
عقب حولوني مسائل منازل عقب فصلوني، تعرف ليش؟ والسب الرياضيات ما فلحت فيه، ما قدر جدول جدول الضرب يا 90 انا صفر، جدول الضرب ما بحافظ انا نسبتي 95 انا بس حافظ 6 ب 6 36 بس انا جاي شيء 90 في الرياضيات ايه نسبتي 95 ما شاء الله وانا 95 بعد نفسي احلف والله وانت 97 كذاب والله لا تقول والله والله قسم بالله الحين يعني عندنا التهمومه كلكم انتم يعني الحين انتم اشطر عني انا؟ لا كيف؟ اي انا اكبر عنكم كيف سويتوا اشطر؟ انتوا وين يعني ما كنت ادرس؟ انا لا انا كنت ادرس لكن كان درس صعب هاك الايام صح لا الحين احنا انتوا الحين دروسكم هي سهله نحن صعب وكانوا الاساتذه يضربونا ويواجعونا ويفتنون علينا انا علمي خلاص افصل انا بقى افصل عليك اشكر فنك يلا باي باي تعال عاد معانا هذا طالت عماركم الربع جايب يتوسط حق هالولد حق نصور وياه لا يصور وياكم مستحي انزين شو اسمك محمد مرحبا ابو جاسم تعرف هذا منو هذا الربع نسك كنادير ما ياب كنادير سمع عند الخياط يبنى كنادير مؤقتات كم عمرك انت محمد ثمانية اذا اقول حق امك يعطونا كنادير من كنادير كنت له ثلاث مؤقتات حق الربع لين الخيط الكنادير يذهب الكناديره زيني يلا الله يحفظك يا حبيبي اصدقائي من جديد فضلا شو تبون؟ ما نبغى شيء يلا الله يحفظك ما شاء الله تبارك الرحمن اليوم أول مرة من ابتدينا في عالم ذوابة الدهنة من قبل 40 35 أو 37 سنة نحتد أن ندوب في رمضان عادة نحن ندوب من قبل رمضان ست جذور خمس جذور سبعة ثمانية وخلصنا بس خلاص من هي رمضان ما ندوب خلاص يكون خلص التذويب وخلص ما ندوب دهنه لكن السنة ما شاء الله إقبال قوي فوق ما تتخيلون هذا دليل قاطع على الجودة طيبة الحين طالت عماركم زبد بقر على بطنه وظهره من المزارع زبد بقر من المزارع يسير الجدار كامل في سيارة البيكاب ويازنون السيارة أول ما تدخل فاضي وعقب ما يمزرون الجدر زبد يازنونه مرة ثانية 500 كيلو 430 اللي حصل ويتركب ويعضى وعقب ما يتنظف وينشخل وينقص تقريبا ما يقارب 70 الى 50 كيلو من الرطوبه الحين شوفوا هاي يسمونه قمش الدهن مقمشة شفت يوم تقمش القهوه هاي تقميشه الدهنه شوفوا هالتبقبيقه هاي تظهر لآلئ هاي معناته ان ذاهبه الدهنه خلاص الحين ما فيها رطوبه ابدا ها شوفوا بيور الدهنه على بطنها وظهرها ما فيها اي شيء صفاء تشوفونها مثل الزلال هذه ها الحين طالت عماركم شو اللي يستوي الحين الدهنه ما في اي نوع من انواع الرطوبه الدهنه ما في اي نوع من انواع الرطوبه خلاص الحين وقت يحطون الدويات هذه الدويات طالت عماركم وتنحط ونحن نحط الدويات بسخاء ما نحط قوت عن اللي يموت لجل ذلك تتم ريحه الدهن تفوتخ دهر مسير يومين ريحة الروح مسير يومين رابع بيت خامس بيت سابع بيت يروحون ريحة الذوابة ليش؟ لأنها الذوابة شبعان من الدويات ونظيفة ومعدلة ومزينة ولكل الزمن ما تعول لو بتكمل سنتين ثلاث الصلاحية ما تخترب شو السبب؟
لأنها ما فيها رطوبة. وهذه دهنتنا طالت عمارك ما الحين شوفوا أدلخت، الحين شوفوا هاي الدهنة اللي قبل شوية رفعت منها، الحين هاي الدهنة استوت، شوفوا مدلخة مدلخة. متى تصفو؟ تصفو طالت عمارك بعد مرور ساعة، ساعة ونص، ساعتين، ساعة، ثلاث ساعات. تركن الدهنة لخلاص الدويات هذه تثبت تحت في قاعة الجدر، من تعتزل الخلاصة عن الدهنة ترد تصفو مثل ما كانت، يرد صفائها الأولي. خلاص طفوا عنها الضوء وخلوها لين 48 ساعة، وعقب 48 الساعة طالت عماركم صبوهن شي في دباب وشي في غراش وابتدى التسويق. ما بضارين نسوي دهنة في غير في رمضان، عادة شعبان ورجب هذا وقت خدمة الدهنة، فرمضان ما حد يفيج تحيدون الخدمة وايد في المطابق ما حد يروم ولا شيء وقت. لكن السنة ما شاء الله نزولا عند طلبات اللوادم كثر الطلب فاحتدينا ان ندوب في رمضان. شكرا جزيلا، وبنحط لكم الرقم للطلبات اللي يبي يطلب هاي الدهنة جديد اليوم بتستوي يستوي التسويق من باكر وسائر. هذه طالت عماركم رسالة جايتني من وحدة من الملاجيف، انت بيتك كله مزركش، كله ما كله ما عندك مكان ساده، لا جدران ولا لمبات ولا رابزين ولا كنبات ولا زوالي ولا درابزين حق الدرج ولا ركيات ولا طاولات ولا مزهريات، كل الدنيا عندك مزركشه وملونه 60 لون. يمكن هذا ذوقك. المهم انت شو خصت في ذوق بيتي وانا حرفي انا احب الالوان واحب الزهور واحب الالوان، ما احب الشيء الساده وما احب الغوامج وما احب الشيء جطل يدار كم مكبره خليه ساده. ليش عاد ان شاء الله حدني زولي ساده بيج ولا بني ولا اسود؟ ليش جالس انا في عزينه؟ لا والله ابوي احب الالوان واحب المشير واحب الحياه واحب الضحك واحب السوالف واحب الغي واحب الطرب عند العرب، وهذه حياتي من الله خلقني. فكيني من شرتي الملقوفه، عندك شيء قوليه في حسابك وخليه لعمرك، انا ما بالك نصايح والله يفكني منك ومن شرك. الربع طالعني يتخبرون يقولون شو حاط الربع في وجهه؟ مرهم شو ماله؟ مال هذا مال كلف.